مرحبا بكم. الحلقة الثانية من برنامج الناس الخير، أهلا وسهلا. الحلقة الثالثة من برنامج الناس الخير، أهلا وسهلا بكل من يتبع فينا وكل من تبعنا على مدار حلقتين اللي فاتوا. حلقة الليلة معايا باش يكون في البلاتو مدام الجازية الهمامي، مكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة بوزارة شؤون المرأة والأسرة. مساء الخير ومرحبا بك مدام، تفضل. مرحبا بك، تفضل. معايا في البلاتو زادة الدكتورة شهاب معاطقي، مختص في الطب النفسي للأطفال، أهلا وسهلا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، شرفتونا بالحضور. برنامج ناس الخير ديما كيف ما عودكم يحاول أنه يسلط الضوء على الحالات اللي تستحق أنها تتعدى، على الحالات اللي تستحق أنها أنكم تعاونوها، وما ينجم يحلها معانا في البرنامج هذا كان أنتوما ناس الخير. حلقة الليلة البطلة اللي فيها عمرها 4 سنين، ما تجاوزتش ال4 سنين هذاك، علاش حابينك تكون بحذانا الدكتور. أميرة بنية صغيرة عمرها 4 سنين، أميرة تعاني برشا من برشا مشاكل. قبل ما نحكي على أميرة شوفوا حكايتها في الروبورتاج وهنا رجعي. أميرة بنية صغيرة، ما يربطها بطفولتها كان عمرها، وما يربطها بالسلطة كان اسمها أميرة. أما منزوعة التاج هالبنية حيرتنا كي شفناها تخزر ما تتكلمش، ممكن تسمع وممكن ما تسمعش، ممكن تفهم وممكن ما تفهمش، وممكن وممكن وممكن. أما الأكيد إنه هالبنية الصغيرة عايشة في ظروف ما تتحملهاش ناس كبيرة، والأكيد إنه هالبنية ما تعرف من الدنيا كان هالبيت اللي ترقد فيها هي وأمها وبوها وخوها والمعزة والعلوش والدجاجة والهم والفقر والحاجة والحاجة. البو مريض والأم قالت إنه كثر الهم يضحك، ومن كثر ما شافت ما عادش يفرق معاها حتى شيء، وما طالبة حتى شيء، كان بنتها تتنقذ ووين تكن الراس. أعطوني وقاو نسكن وقاو مسقط راسك. مسقط راسي وبنيتي هاي مرضى تعاقد لي، حب أنا ما عنديش معا باش نداويه، عاونوني نداويها وباش نمني لوليداتي برك. ذاك واش حشتي ولادي ما ينزلوش فوق الفرج، ليل ونهار في الشتاء ما ينزلوش فوق الفرج، ضل ديما فوق الفرج، جمر وجمرة جمر وجمرة. أميرة ولدت تتكلم، وبعد عامين سكتت وسكرت بابها وردمت كل شيء وسط جلدها العريان وسط بدنها الذبلان، خبت دموعها عالدنيا وصعب برجوعها. وين باش ترجع؟ وين باش تلعب؟ وين باش تاكل؟ ايش باش تلبس؟ وين باش تقرا؟ مع شكون باش تحكي؟ ولشكون باش تحكي اذا الام والبو ما يسمعوهاش؟ على خاطرهم هما بيدهم محتاجين لشكون يسمعهم. فايتي هذه اللي هي معاقه، معناها قاعده في حاله معناها عمرها 3 سنين ونص، لو من هذا ما نجمش ترد الفعل، ما نجمش قومها باش نعدي عليها باش نهز للسبيطار، ما نجمتش، ظروفي ما تسمحش. الله غالب، راني تونسي، راني مسلم يا رسول الله، لكن الناس المؤمنين ما يعاونيش وما يشوفوش لي ولادي في الحاله هذه ويراقبونا، في نطلب له الاحسين اللي باهين الناس اللي معناها في قلوبهم الرحم اللي كانوا باش يخضروا لنا بربوع العين. هذا كما طالب، طالب مسقط راسي فين نبني فين نقعد، باكاو ولاداتي نسيس شويه وقعوا. بالنسبه للمعيشه نجم نعيش روحي، نجم نخدم كعبه ومسمار، فهمتي، في الفرنانه مع تديت فرنانه المدينه هذيك اللي قاعد نقود منها في ولاداتي هذول، ما عندي حتى مولد رزق اخر. واهل الخير نفضلهم نشكرهم على الفضل نتاعهم، ثم ناس قلوبهم فيهم الرحمه يعاونوا فيا ويعطوا فيا معناها في يد المساعده. مهدي يتيم الام ويسكن بحذا ابوه اللي عاود حياته مع امراه اخرى وجاب منها اخوات المهدي، اما العلاقه ما بين مهدي وابوه ما كانتش مستقره، صارت مشاكل بينهم وصلت للمحاكم وشكال بوب ولده، وزادت هموم مهدي بعد ما صدر في حقه حكم قضائي. واليوم مهدي حاير اش يعمل، كيفاش ينجم يرضي ابوه، وكيفاش يوصل يرجع العلاقه معاه. عندي قضيه، راهو ما ضربني
فهمتني عند الرئيس في حمد الله مشار يسجل لو منها إن شاء الله ربي يسامحه ويسامحني وقاو لي لعيني على خاطر وليداتي وإن الله لا يذي عجر المحسنين الله ربي يهديه إن شاء الله يسامحني بيبي وقاو هذا نطلب منه لي لعيني على خاطر وليداتي الأخر على الأقل وقاو هذا ما نطلب منه. خرجنا من عشة مهدي وأميرة بينا وبلمسة صغيرة بعد ما بدلنا لها حوايجها حسيناها فرحت وحلت بابها المسكر شوية. كملنا احنا ومهدي ومشينا اكثر من 15 كيلومتر باش وصلنا وين هالراجل يحارب في الدنيا على خاطر أميرة بنته وصلاح الدين ولده. شفناه كيفاش حال صدره لكل شيء ومهامه شيء بدينار وبألفين يخدم من اللي يطلع النهار حتى يتيح الليل وتجمد ليدين من دقان المسمار وتلسيق الصبابط ومن الدنيا ومن الدمار وجاي على القلب الحزين. عمري كامل ما زال السوق ما تحولش لنا حوالي حسب ما نعرف 15 سنة معناها ولا نخدم في الخدمة هذه ما عندي حتى خدمة أخرى. هذه الخدمة اللي معناها اللي قوت منها روحي لو منها ناخذ مغادي بثلاثة ليام ضرب عليه فرنك من بلاص ولا باش نجي لهنا باش نصور فيها الفرنك 500 هذيك هي كان لما نجي لهنا للمنطقة هذه معناتها ندير فلنانة باش ناكل من الخبز ولا هو يومين كل شهر 60 دينار ساعات نفضلهم وساعات ما نفضلهمش ساعات هكاك يسخوا علي الناس نمشي للواحد القهوة ونقول له اخويا خلص علي ما عنديش باش نركب ثم اهل الخير الناس المحسنين يمدوا لي يد المساعدة وثم يحسبوا لهم معاهم بالوش كل انسان كيفاش ما نمشيش للناس كلها نمشي للناس منظاف ناس محترمين ما نمشيش للناس كلها نستغفر خير الله يرحم والديهم. قبل ما نروحوا عرضونا برشا ناس وكيف العادة شكو من أوضاعهم اللي شفناها بعينينا ومن حاجتهم ومشاكلهم حرنا كيفاش نجاوبوهم شنية الأعذار اللي نجموا نقدموهم كيفاش نقنعوهم وإحنا مش مقتنعين وقتها ما نجمنا كان نسمعوهم وإن شاء الله اللي شادين الكراسي اليوم يسمعوهم يسمعوهم بقلوبهم مش بالوذنين هذه هي حكاية أميرة وعائلتها وهذا طلب مهدي بو أميرة وحدة أم أميرة. قبل ما ندخل في أي تفاصيل أخرى نحب مباشرة دكتور نسمع تعليقك وبعد نسمع منك مدام جازية باعتبارك مختص في الطب النفسي للأطفال مثل هالبيئة كيفاش تأثر على الصغير قبل كل شيء قبل ما ندخل في أي حكاية أخرى باش تأثر معناها احنا أريدنا أول حاجة معناها نقولها العائلة ذي تعيش في ظروف قاسية برشا ظروف متاع فقر متاع معناها ظروف ماشي ملائمة باش هي الأب قال كلمة باهية برشا قال أنا ما لقيتش حتى باش نلقى التوازن متاعي باش ينجم هو حتى يعاون الأبناء متاعو وخاصة البنية أميرة بطبيعة ظروف قاسية برشا هنا الدور اللي قاعدين نشوفه فيه هو أن البو والأم كاينهم تناساو معناها ما نعرفش كان معناها لاحظتوا اللي البو ما قالش حتى كلمه ما عرفش حتى على القلق النفسي بالضبط. ولا المرض النفسي متاع بنته باللي في الروبورتاج يتكلم كان على الظروف القاسيه الظروف الماديه معناها ماذا بيا شكون يعاونه وهذايا كانوا تناسى نساء اللي هو عنده بنيه هالبنيه ذي اللي هي كما قلت سيادتك في نجم نقولوا في النمو نتاعها خاطر النمو هو نجم نقولوا النمو الحركي والنفسي الديفلوبمون بسيكوموتور معناها بنت صغيره ما زالت عمرها 3 سنوات 4 سنوات هنا في الفتره هذيك فتره حساسه برشا معناها في اغلب الوقت الاطفال في حاجه لرعايه الرعايه منها من جانب العاطفي معناها احنا نسميها الاستيميلاسيو افكتيف حضوريه فهمتني باش تخلي هالطفل هذا يكون عنده نمو طبيعي باش ينجم كما معناها لاحظنا احنا توا معناها البنيه ذي ما تتكلمش معناها فما اضطراب في الكلام معناها سي تان تروبل معناها نجم نقولوا نوع من الصدمه معناها لانه هي ولدة تتكلم ديجا معناها في الاول ولدة تتكلم هذا شنو معناها فما معناها السؤال معناها علاش الطفله هذه تكلمت من الاول وفما في الفتره نتاع العامين ولا 3 سنوات سكتت. نوعها جاها القلق هذا اللي خليها ما تتكلمش اذا هنا فما صدمه فما نجم نقولوا باش ما شخصتش الحاله هالبنيه هذه كاينه في الفتره هذيك ما لقاتش شكون باش يقف معاها باش يخليها يكون النمو نتاعها يكون طبيعي. نمو طبيعي مدى هذا من الجانب النفسي ولاحظ الدكتور انه بول بنية وامها هي امها وقت اللي نعملوا معها في الروبورتاج تضحك يعني انت سمعتي حتى قلنا انه ولا كثر الهم يضحك معناها ما عادش متقلقه البو والام ركزوا على الدار وعلى الحياه الماديه نتاعهم ونساوا البنية انتوما
أو سيادتك كمكلفة بملف العنف، مقاومة العنف ضد المرأة بشكل عام، انتوما شنو دوركم، شنو تنجموا تعملوا إذا العائلة نسيت الصغار، إذا العائلة نسيت الأم، نسيت المرأة في الدار، كوزارة شنو تنجموا تعملوا؟ هو الحقيقة العائلة البو والأم ينساوا صغارهم، ما يوصلوا ينساوا صغارهم إلا ما فما حاجات كبيرة، عدة عوامل اللي بتنسيهم في صغارهم. الإنسان ما ينساش صغيره بسهولة. والحقيقة الفقر هو المنبع متاع كل المآسي متاع، وهذاك علاش قامت ثورة في البلاد، لأنه الفقر إنسان حتى كرامته يحس يتمس في كرامته، ينسى عاطفته، ينسى الفقر يقسي. التدخل فايتها الفئات هذه منجم يكون كان اولا برد اعتبارهم لانفسهم بتمكينهم من موارد اقتصاديه اللي تخليهم يحسوا بذاتهم ويقدموا. وعلى خاطر انا نتصورهم حتى الراجل والمراه كي ما يتكلموش على صغارهم لكن يحبوا صغارهم، لكن ما يتكلموش عليهم لانهم هم عندهم اولويات اخرى اللي تخليهم فالاولويات هذه نابعه من الفقر. والفقر المعالجه الوحيده نتاعه هي ايجاد شغل للناس، للنساء وللرجال. وهذا اللي توا يلزم يتعمل عليه، لانه هالفئات هذه موجوده من قبل لكن كانت مهمشه وما كانش يصير الحديث هكا في وسائل الاعلام بال 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 يعني بالوضوح هذا وبالصراحه هذه. فلابد من ايجاد حلو. ما دام هو فما ما يسمى بالعنف الجسدي وفما ما يسمى بالعنف النفسي، لارسيل مورال العائله هذه، الفقر كما قلتي انت توا، الفقر هو يسبب انه العبد كرامته تتجرح، يصير تحت ضغط، ينسى مش ولاده، ينسى روحه حتى. كوزارة أنتم هل تعترفوا بالعنف هذا، بالعنف النفسي اللي تعاني منه العائلة وبالتالي يعاني منه صغير أوتوماتيكمو؟ يعني إذا البو والأم مش مرتاحين سي توتا في نورمال باش يكون صغير ما هوش مرتاح. هل عندكم ما يسمى بالعنف النفسي؟ طبعا احنا في الوزارة نعترفوا بالعنف هذا، لكن المشكلة كون المجتمع ما يعترفش بالعنف الأسري. ونحب يعني نوضح حاجة، كونه في وزارة المرأة باش عملنا خطة وطنية لمقاومة العنف ضد المرأة، وجدنا برشا صعوبات لأنه العنف والعنف الأسري خاصة اللي با ديكلاري سيتنتابو، يعني حاجة مسكوت عنها. المرأة المعنفة، المرأة اللي تتعرض للعنف ما تتحدثش بسهولة على العنف، لأنه فيه مس من كرامتها، لأنه فيه حياة، لأنه فيه استنقاص للذات، لأنه فيه خوف، فيه عدم أمن بعد إذا كان هي تصرح بهاك الموضوع هذاك بالعنف، ولا تشكي، ولا خاف من ردة الفعل. ما ردة الفعل، ردة فعل العائلة، ردة فعل المجتمع، وردة فعل الزوج اللي عنفها، واللي يمكن هي ما عندهاش مورد رزق، يعني تفقد مورد رزقها، يعني أمور متشعبة في مجال العنف، لأنه يمس الكرامة متاع الإنسان كما قلت سيادتك، يمس الجسم متاعه، يمس وجوده أصلا في الأسرة، نظرته النفس ونظرة المجتمع عليه. به أنت توا الدكتور، أنا رجعت لك دكتور، أنت توا مدام قسمت لي أنه فما شكون اللي تجي وتصرح وتقول راني أنا قاعدة نتعرض للعنف أنا وولادي، وفما اللي تخاف وتخبي وتخاف من ردة الفعل غدويكا. خلينا من اللي تخاف وتخبي، اللي تجيكم وتصرح وتقولكم راني أنا نتعرض للعنف، سواء بالاتصال بكم مباشرة أو عن طريق أي جهاز آخر، جهاز أمني، جهاز ما نعرفش أنا، بأي أسلوب آخر، تدخلكم أنتم لهنا بالنسبة للحالات الديكلاري، بالنسبة للحالات اللي تعلن، شنو تعملوا؟ هو الحقيقة الوزارة يعني عندها تدخل مش بتقول شبكي، يعني مع القطاعات الأخرى ومع الجمعيات ومع المنظمات اللي عاملة في مجال الإحاطة، سواء بالطفولة، سواء بالأسرة، سواء بالمرأة، يعني عدة مجالات. فيقع توجيه حالة بحالة، يعني كل مش الحالات كلها كيف حسب الحالة، يقع توجيه قانوني، نصح وإرشاد قانوني، يقع توجيه الهياكل اللي تنجم مثلا تحيط بالطفولة، مثلا مندوب حماية الطفولة مثلا، تنجم توجه الجمعيات اللي هي تعمل في المجال هذاك واللي عندها علاقة وعندها اتفاقيات مع الوزارة. هذه نوعية التدخل. ذكرتي لي دكتورة أنه هي من الحاجات اللي تخوف الأم مثلا باش تعلن العنف اللي هي تتعرض له هي أولادها، الخوف من السند، الخوف من الشهرية، الخوف من الشخص اللي يوكل فيها في الأخر. تنجموا أنتم تعوضوا السند هذا، معناها طبعا من بالتواصل ولا بالتنسيق مع الجمعيات وغيره، انتم تنجموا؟ انا راه نحب خاطر فما نعرف برشا عباد يتفرجوا ومضروبين ومضرورين نفسيا وجسديا، مش قادرين يتكلموا خاطر يخافوا. انت كممثله اليوم لوزاره الشؤون المراه والاسره،
شنو تقولي لهم الناس هذوما؟ اذا هي توا جت اعلنت قالت لك انا راني كل يوم ناكل فتريحه، راهم صغاري كل يوم ياكلوا فتريحه، باش نخرج. انت كبديل شنو تقدمي لها كوزار؟ هو البديل كونه يكون هي عندها مورد رزق. يلزم هي يكون عندها. لا يعني هي انت تنجمي توفري. لا 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 لا, لا مش هذا. لكن تجاوز العقبه هذه نتاع الخوف من كونها تفقد مورد رزق. ايوه يعني هي اذا كان في دارها ويصرف عليها زوجها ولا هو لانه اغلب العنف هو من العنف الزوجي. اي اذا كان ما عندهاش فين تمشي. هو راهي صعيبه الحالات هذه، يعني يلزم تكون عندها مورد رزق، والمورد رزق يتطلب باش تكون مثلا عندها تكوين. ثم في الاطار العمل هذا والتنسيق مع عده هياكل الحقيقه يقع التكوين نتاعهم. اذا كان عندها مهنه، هي تحذق مهنه، يمكن يعني تمكينها من تمويل باش تعمل مشروع صغير ولا تبدا به. لكن راهو مش في كل الحالات عدم التصريح بالعنف ولا عدم الخروج من الابتعاد على المصدر العنف كونه ما عندهاش مورد رزق، لانه فما نساء يتعرضوا للعنف العنف الزوجي ويسكتوا، يخافوا من الطلاق، يخافوا من الطلاق، يخافوا كما قلت لك في الاول، يخافوا من نظره المجتمع. فما نساء يعني اطارات وفما تقبل وتقبل وتسكت. بالله دكتور مدام، فما تجربه تنحكي لك عليها بعد شويه، ما خلينا نسمع راي الدكتور. وقبل ما نسمع راي الدكتور، توا الناس اللي تتفرج فينا باش يتسالوا، باش يقول لك توا هما يحكوا على بنيه صغيره عمرها 4 سنين وعايشة في فقر وعايشة توا، علاش يحكوا على العنف المسلط ضد المرأة؟ بشوية توا تبعونا للآخر توا تفهموا علاش احنا جبنا المدام الجازية، لأنه الموضوع فيه عنف. بعد شوية توا تشوفوه في الروبورتاج الجاي، فما عنف وعنف كبير مسلط على الطفلة وعلى الأم. دكتور، المرأة تخشى نظرة المجتمع، المرأة تخاف انها تواجه المجتمع سواء بلقب مطلقة، سواء بانها تعلن للناس حتى الاقرب الناس ليها انه هي مهدده في حياتها وانه صغارها مهدين. الخوف هذا اللي تعيشه الام ينعكس 100% وبصفه اوتوماتيكيه على الاطفال، مما يعني انه الطفل انت اللي تربي فيه اليوم وطلع لك غير متوازن، معناتها تحكي على مجتمع غير متوازن في المستقبل، لانه الولد هذاك هو اللي باش يبني لك المجتمع الجاي. شنو هو اللي يلزمنا نعمله باش نتعلمه، مش نعلمه، نتعلمه لكلنا سواء كأجهزة إعلامية، كأسر، كزوج وزوجة، كعائلات؟ شنو ما الحاجات اللي زابيسي اللي يلزمنا نعرفوهم باش نعرفوا نتعاملوا مع الطفل وبالتالي نكونوا مجتمع صحيح، سيرتو انه نحن تويكا قاعدين نحاولوا نبنوا تونس على جميع الأصعدة معناها. ويظهر لي هذا من أهم الحاجات اللي لازم نركزوا عليها. صحيح أخت عربية، ما نجم نقول احنا السؤال هو ان توا احنا الام هذه اللي تعنفت، معناها حكينا على العنف عند بالطبيعه فما انعكاسات كبيره باش معناها ينجر منها خاصه عند الطفل. احنا باش نحطوا الحاله نتاع الطفل اللي تعنف حاجه نحطوها نجم نقول وحده، لكن نرجعوا للام اللي هي ديجا هي تعنفت، كيفاش باش يكون رد الفعل نتاعها، كيفاش باش تكون العلاقه نتاعها مع صغيرها. بالطبيعه احنا توا الاخت قبيله قالت معناها كلام صحيح برشا، مش حكايه فقر ولا حكايه ظروف ماديه ولا باش نعطيوها احنا فهمتني نوع من العمل باش هي تولي معناها متوازنه، لا. فما اضطراب نفسي هو باش يكون ساعه منعرج كبير برشا عند الام هذيا، اللي باش يخليها تفقد حتى الثقه في نفسها، الذات نتاعها تولي مهده، تولي مهزوزه. هذا شنو هو؟ معناها ما عندهاش خجوله، معناها ما عندهاش ثقه، معناها تتسائل، معناها خايفه، هذا الكل بالطبيعه باش يتعرج، معناها فما عده انعكاسات على الطفل، خاطر الطفل هو في حاجه الام متوازنه، الام اللي هي تطمن، معناها كان هي الام هذه ماهيش هي مطمئنه، كيفاش نحبوها تطمن صغيره؟ معناها هذا هو السؤال. صحيح. وهذا هو بالطبيعه باش نعرج منه، معناها الاضطرابات، هو الطفل قد ما يعيش في ظروف عائليه وين فما برشا طمأنينه، فما برشا حب، فما برشا موده، فما برشا تواصل، باش يكون متوازن. لكن كيف الطفل يعيش في ظروف معناها نجم نقولوا عائليه، اللي الام اللي هي نجم نقولوا ربه البيت المسؤوله رقم واحد في التربيه نتاع صغارها، هي تكون مضطربه، بالطبيعه الاطفال باش يكونوا مضطربين هنا، وهذا هو الاشكال الكبير. وكما معناها النقطه الثانيه هو الاطفال اللي متعنفين، احنا توا حكينا على الام اللي هي متعنف. لكن الطفل زاد ينجم زاد يكون يتعنف هنا بوالديه. فانا فما اطفال اللي في عمر نجم نقولوا صغير جدا معناها مبكر يكونوا عرضه للنوع من العنف،
معناها من البو ولا من الام. باهي دكتور انا تو كان نقول لك بالنسبه لاميره اللي شفناها تويكا في الحاله السيئه هذيك الماديه. اي نعم. الحاله السيئه الماديه اللي شفناها فيها فقر وبيت وحده وتعيش هي. كي نقول لك انه اميره انتقلت ولت في حاله اخرى ووضعيه اخرى وطمانينه اخرى. قبل ما تشوف الفيتيير نحب نعرف اجابتك قبل الفيتيير. تتصور انه مع وقتها نجمو نكونوا خلقنا اميره جديده؟ اذا تغيرت البيئه نتاع الطفل معناتها خلقنا طفل جديد؟ السؤال صعيب هو باش نجمو نجاوبوا. فما تحسن. ايوا هذايا متاكدين اللي ظروف كانت هذيا باش تتحسن تأثر في العمر نتاعها. لكن فما حاجه نحب نعرج عليها هذيا هامه برشا برشا. فما برشا اولياء يتنساوها. راهو كل فتره من نمو في الشخص معناها اللي باش يمر بها الطفل عنده خصوصيه عندها الخصوصيه نتاعها. كيف شوقع صدمه ولا اضطراب في فتره معينه راهي باش تخلي ديتراس. نقفوا اللي عند ديتراس واللي يتسائلوا توا يتفرجوا فينا ويقولوا يا ربي اش دخل توا العنف في القصه هذه الكل. شوفوا اميره بعد ما نشالها برنامج ناس الخير وصورها في الحلقه اللي انتم شفتوها فيها اميره كيفاش ولت. وبعد ارجعوا تبعونا والحكايه مازالت. خرجت أميرة من عالمها وأول عالم حطت فيه ساقها كان مستشفى الرابطة قسم الأنف والأذن والحنجرة. وبدأت رحلة البحث عن سبب صمت أميرة ورفضها الكلام. الإطار الطبي والشبه الطبي تعاطف مع البنية والكل حاول يعاونها. ورغم ريحة الدواء وجو السبيطار والناس اللي جاية تعدي كل واحد وعيلته، أميرة كانت ساكتة تخزر وساكتة لحركتها شكوة الكبار ولهيجة الصغار. توا بابا باش نمشي كيف كيف مع قسان السمع باش نمشي لجماعه تقويم النطق عندنا ليزورتوفونيست. هو باش يقوموا زاده باش يعملوا لها تيست يعطيوها حس يعملوا لها حاجات مع الالعاب باش يشوفوا زاده شنو هي مشكله السمع نتاعها. داكورتو باش نقيموا مع ليزورتوفونيست معنا هوني وتهبط تعمل تخطيط غدا ان شاء الله. فاهمين يحضروا ترجع ان شاء الله. الطبيب بعثنا لقسم النطق وين حاولوا الأخصائيات يشوفوا قدرة أميرة على التجاوب مع الأصوات ومع المحيط الخارجي وبين الألعاب والبوبيات اللي أول مرة أميرة تتعامل معاهم وتكتشفهم. بدأت ملامح الوجه تتبدل وبدينا نشوفوا في بوادر الضحكة وفي الحركة وهالبنية تتلفت لهذا وتبهت في هذا وتركز في هذا. أما باقي ما وصلناش نسمع صوتها وأول الكلمات. جيت اليوم باش نشوفوا لها سمع وباش نشوفوا الحاله نتاعها معناها بصفه عامه شنو عندها. اتضح انه في السمع ماهيش ناقصه 100%. يمكن فما احتمال تكون ناقصه في السمع يعني عندها قصور سمعي محتمل متوسط لانها ما تتجاوبش مع الاصوات الجيده. هذا نجمو نبينوهم بعد في المرحله الثانيه في قياس السمع معناها دون فاسون اوبجيكتيف يعني بصفه موضوعيه قياس السمع. بالنسبه لاميره كبنيه صغيره نحسوها فايقه ناشطه تتجاوب مع اللي نعطيهولها. ناقصه شويه تنشيط مش شويه برشا تنشيط حكم بتاتر البيئه اللي تعيش فيها. ناقصه شويه ستيمولاسيون نسميهم ناقصه برشا حركيه شكون يدزها قدام شكون يحكي معاها ويعاود برشا لعب عن طريق اللعب هذا يصير باش تولي تتكلم وتتكلم بكيف لو بليزير دو بارلي ماهوش الكلام بالسيف ولا الكلام يلزمها تتكلم. لانه تنشيط نفساني وصغير باش يتكلم يلزم يكون عنده نفسيه ملائمه برشا باش هو يلقى الرغبه باش يتحاور مع الاخرين معناها يعني كومونيكي. اذا كان ما عندوش الرغبه واموره النفسيه تعبه الكلام يجيش لانه يعني الكلام ماهوش طريقه تعسفيه. الكلام طريقه فيها برشا كيف برشا لعب وبرشا جو معناتها تو نمش وتوا تمشي وتقيسوا لها معناها المرحله الثانيه هي قياس السمع بصفه معناها كون ابل سي لوديومتري اوبجيكتيف. التخطيط لازمه بنج والبنج لازمه تحليل والتحليل لازمه وجيعه والوجيعه لازمها صبر واكثر من صبر هالبنيه ما شفناش. جبدنا الدم وحللناه ودخلنا بيت قياس السمع وسلمت اميره بدنها وخدرناه. تي تي
صورة البنية توجع وانتظار النتيجة يوجع ووضع أميرة يوجع والأكبر من كل هالوجاية عسكاتها اللي التوى ما لقينالوش تفسير. قيسوا في السماع نعملوا في أوديومتري أوبجيكتيف ولا بتيت أميرة ونشوفوها تسمع ولا لا. علاش تعملوا البرج؟ باش الصغير ما يتحركش يبدا ريخ في روحه دي كونتراكتي سينو يبدا عنا دي بارازيت يقلقنا في الاوديسيون في لي زون كيف يطلعوا يقلقونا برشا. كملنا نهارنا بين الكلوارات والاقسام والسؤالات والحكايات واميره بيننا ساكته تخزر وساكتة فاهمة إيش قاعد يصير ولا مش فاهمة ما نعرفوش أما اللي متأكدين منه إنه سكاتها مقلقنا ومتمنين نسمع صوتها كيف ما هي قاعدة تسمعنا. ورجعنا لطبيبها اللي أكد إنه أميرة تسمع. التخطيط حضر ورانا اللي بنتك تسمع 100% زوز وذني تكوردو التخطيط يشوف ديركت المخ من الداخل والوذن دونك هذا متأكدين برسك 90% ولا 100% اللي هو الصغير صحة بارك الله فيك نقول يد المسيح هذا يرحم والدي دونك المشكلة مستشفى هذا الله فهمتك المشكلة ماهيش في الوذنين المشكلة في المشكلة ذهنية تقول المشكلة مش دونك عندها مرض الأغلب مرض في الأعصاب دونك شو بعثوها تو بجواب للاختصاصيين نتاع الأعصاب مرض الأعصاب نتاع الصغار تاكوردو دونك نغوب سيكاتري الاعصاب نتاع الصغار هوني في الرابطه بحذانا يعطيكم الصحه بعثناك رئيس القسم نتاعهم وهي باش تشوف شنو هي المشكل نتاعها بالضبط تاكوردو يعطيك الصحه وحتى من تقويم السمع نتاعنا للسورتوفونيس تلقاوها تسمع زاد كانوا لها تيست ما عندها حتى مشكله في الوذنين. مستشفى الرابطه وفات معاه الرحله ومنه مشينا للمعهد الوطني لامراض الاعصاب بالكش غادي نلقوا مفتاح سكاتها. سألنا وفهمنا وين لازمنا نمشو استنينا وحلمنا تخرج أميرة من باب دنيتها لدنيتنا. الراس صغير والخيوط برشا والقلب صغير وهمومه برشا والعين تخزر بصبر كبير أما عذاب سكاتها أكبر برشا. شوية راسكم إذا صحيت 6 7 8 حيك يا أميرة صحيت ليلي بيان ترسي دو بي برافو أميرة صحيت ما تحركش أميرة كيكا صحيت صحيت يا أميرة صحيت. بعد التخطيط لازم نشوفوا قدرة البنية على نطق الحروف على تكوين جملة على فهم معنى على تركيب صورة على صوت أو صوت على صورة المهم تتكلم وباقي ما وصلناش ولازم أميرة تدخل للليارام وكان لازم تتبنج أما الإطار الطبي خاف عليها من البنج لأنه قوي شوية وحاولوا يخدموا من غير البنج ودخلت أميرة وتحملت كبر هالجهاز وغرابة شكله عليها أما ما صبرتش هالمرة والأول مرة أميرة ترفض وتعبر على رفضها وتقول يزي وكأنها تحب تفهمنا أنه المشكلة مش في بدنها. من ناحية الفحص نتاع الجهاز العصبي نتاعها لاباس فما كان توخير النطق الذكاء مش ممسوس والحركية مش ممسوسة واضح به البيلان اللي عملته المنطقة يدل اللي فما نقص من اللي هي من الكلام معاها كانت نجم تحطها في روضة أطفال في كتاب فما تحاليل يزم يتعاملوا وجوبيا ما فيهمش كلام إذا كان طلع السبب متاع توفير النطق موجود ظهر في التحاليل هذوما كملنا إذا كان طلعوا كلهم لباس نرجعوا نربطوا التأخير متاع النطق بقلة ما نعبروا عليها احنا بستيميلاسيون يعني ما هيش قاعدة البنية هذه تعاصر في صغيرات أخرين وتشوفهم يتكلموا. بعد ما تأكدنا أنه البدن لباس هو العلة في النفسية والدواء في تغيير الجو ما تردناش وما الدين يدينا وتبدلت أميرة تحسنت فرحت ضحكت صالحت مع طفولتها بعد أيام ما كانت تعرف من هالطفولة كان تاريخ ميلادها المقيد في المضمون أما مضمونها اللي في قلبها مقيد بعمر آخر. بعد ما رينا فرحة أميرة ما هانش علينا ترجع لعشة أبوها وتعيش باقي حياتها كيف ما عاشتها سابق خلطنا عليها وقررنا إنه أميرة لازم تلبس التاج. موسيقى
قبل ما نروحوا بعيلة مهدي لدار جديدة كان لازم نقابلوا بمهدي عم محمد ونحاولوا نصلحوا بينهم. الحاج ما قصرش، خذا بخاطرنا وبخاطر ولده وغلبت المحبة الغش. سامح أنا اليوم أقول سامح. دخلنا لدار بمهدي عم محمد اللي هي في الحقيقة دار ولده الآخر، وتفاجأنا لأنه اللي يشوف الدار من برا يتصورها فيلا. يا أخي طلع الحال من بعضه ووضع العائلة كلها كيف كيف، لا حال أحسن من حال. ورغم هذاك البول موجوع عاون ولده اللي كان شاكي بيه في هزين حوايجه معانا وسلم عليه. إن شاء الله ربي يسهل ليك. مرحبا. إن شاء الله ربي يسهل ليك كل وقت. إن شاء الله تربح إن شاء الله. وهذاك المطلوب منك. مبارك. بارك الله. وصلنا للدار الجديدة وبدأ فريق برنامج ناس الخير يخدم وينظم ينقب في الحيوط يركب في المابل يحضر في إمارة الأميرة الصامتة أميرة. ووصلت اللي عليها العين ودخلت وبدأت تتلمس في عالمها الجديد هي وعائلتها. لازم نسلم عليك، لازم نودعوك، لازم بين أمك وبوك وخوك نخلوك، لازم نكون عليك متهنين. أما يا أميرة عمرنا ما باش ننسوك، ولازم تعرف إنه إحنا راجعين. صغيرة هاي كيفاش ولت أميرة. أما حكاية أميرة ما زالت ما كملتش وما زال فيها برشة جديد. أبقوا تابعونا راجعين بعد الفاصل الإشهاري. مرحبا بكم من جديد، نكملوا ما تبقى من حلقة الليلة. وقبل ما نعطي الكلمة للدكتور شهاب والمدام الجازية ماذا بيا نشكر برشا برشا سبيطار الرابطة وكل الدكاترة اللي موجودين فيه وكل التقنيين والإداريين لأنهم عاونونا وعاونوا أميرة برشا. وكيف كيف زاد نحب نشكر برشا المعهد الوطني لأمراض الأعصاب لأنهم فعلا عاونونا بالكدا بالكدا وتعاطفوا برشا مع أميرة. وماذا بيا نوجه تحية لرئيسة القسم البروفيسور نزيها خوجة جويدر اللي سمعتوا صوتها عطاتنا الانترفيو بصوتها أما ما حبتش تصويرتها تظهر لأنه اعتبرت أنه العمل هذا عمل خيري وعالجت البنية أو عاينت البنية وحبت ما تكونش في الصورة. فتحية ليك بروفيسور وشكرا لكل من عاون أميرة. نرجع لك دكتور. أميرة إلى حد الآن فمش عنف مسلط عليها. أميرة إلى حد الآن مشكلتها مشكلة بيئة فقر، انتقلت من الفقر أو من البيئة السيئة اللي هي فيها البيئة أخرى. حسينا فما روح، فما حسيت معانا أنه تحركت البنية شوية. صحيح نقول البنية حياة، حياة هي كانت ماشي حية، كانت نجم نقوله مش موجودة، حياة ولا تضحك في الروبورتاج، تضحك فرحانة ولا معناها نجم نقوله ناشطة، فما نشاط، فما حيويه، فما حركيه ولا تقوم بها. معنا في الروبورتاج من اللون ما ريناش هالشيء هذا. اذا انا ظروف هنا كانت طيبه برشا اللي الانعكاسات كانت بطبيعه ايجابيه عليها، ورينا البنيه هذه كانت بدات تفيق، بدات تفيق، بدات تشعر اللي هي موجوده في الحياه، فهمت؟ خاصه في مع الاطفال، احنا رينا في الروبورتاج معناها حتى لعب مع الاطفال وهذا الكل حاجه ايجابيه. ابقى توا التساؤل
هل البنيه هذه باش تتكلم ولا مش باش تتكلم؟ انا هذا هو السؤال اللي احنا توا قاعدين نطرحوا فيه. احنا زاد احنا في السسبانس، احنا كيف مانيش فاهمين معناها وين باش نخلطوا. لكن هذايا فما نقاط هنا ايجابيه اللي تخلي هالبنيه هذه بدات تفيق وبدات تكون موجوده وناشطه في حياتها اليوميه. يعني نجم نوصل معك للحدود هذه دكتور ككونكليزيون، معناها كخلاصه، انه الطفل او العائله بشكل عام وتحديدا الطفل اذا انتقل من بيئه سيئه، من فقر كما ذكرت مدام الجازيه اللي قالت هو الفقر هو اللي يكون معناتها سبب عميق باش تكون العائله مهدده، اذا انتقلت العائله من الظروف الماديه السيئه الى ظروف ماديه معقوله او احسن يكون فما توازن. صحيح. ان غاب العنف. صحيح. ان غاب العنف. صحيح. معناها يبقى شرط غياب العنف. صحيح. نقفوا هنا. نرجع لك مدام. مدام قلت لك بكري شويه قبل ما نشوف الريبورتاج فما تجربه حابه اني نحكي معاك عليها. التجربه هذه في بعض الدول فما ما يسمى، هو كل حد كيف يسميه، فما ما يسمى ببيت المطلقات، فما ما يسمى بايواء، معناتها اللي ما عندهمش سكن ولا اللي هو في تونس ما عندناش. لهنا نرجعوا للنقطه انه النسوة التي لا يقدرن انهم يعلنوا معناتها الإساءة لهم سواء كانت جسدية او معنوية نظرا لاضطرارهن لك السند هذاك يسكتوا. علاش في تونس ما عندناش التجربة هذه؟ الحقيقة كما حكيت لك قبيلة العنف كان مسكوت عنه، كان لانه العنف الأسري يحيل على انواع اخرى من العنف بما فيها العنف السياسي. فكان وكان يعني غير معترف به اساسا، لانه احنا تحدثنا برشا على عندنا حقوق وعن المراه عندها حقوق، فبالتالي يصبح نوع من التناقض اذا كان نقول وصلنا مكاسب واحنا قدمناها مكاسبنا على ان يعني عندنا مكاسب الحقيقه، عندنا مكاسب لكن كي نقدموها على انها مكاسب مثلى ولا يعني ما فماش ما احسن منها، في نفس الوقت نرجع ونقول المرأة ما زالت معنفة والمرأة، فما نوع من التناقض اللي ما كانش مقبول يعني رسميا. فما كانش الحديث على العنف هذا، وبالتالي ما توضعتش آليات في الدولة لمقاومة العنف ضد المرأة ولتوعية المجتمع بمضار العنف. لأنه كما حكى الدكتور قبيلة العنف في الأسرة يأثر على الأبناء، والأبناء اللي وقع تعنيفهم، وهو يعرف أكثر مني، الأبناء اللي وقع تعنيفهم في الصغر فما احتمال كبير هم يكونوا عنيفين. أشخاص قلت والبنية اللي تتعنف في الصغرى ولا ترى أمها تتعنف فما احتمال كبير هي ترضى بالعنف، يعني تراه كأنه حتمية تخنع تخنع تخضع. فهذاك يعني العامل هذا عامل مهم جدا، وبالتالي توعية المجتمع نساء ورجال وكبار وصغار بمخاطر العنف، بعدم استسهال العنف، بعدم مهادنة العنف. يعني نراه كاين واحد يعطي كف لصغير وحاجة عادية من باب التربية، واحد يكش على مرته ولا يسبها ولا يجرحها بكلمة، ولا هي زادة تكش على رجلها ولا خطفها زادة عنف مسلط على الرجال. لكن إلى حد الآن 90% من العنف مسلط على النساء. هذا واقع، ومش كان في تونس، في العالم كامل. ونحب زادة ملاحظة، العنف ضد المرأة ما هيش ظاهرة لا هي تونسية ولا هي عربية ولا عالمية، عالمية ظاهرة تخترق كل المجتمعات وكل الثقافات وكل الطبقات الاجتماعية. يعني حتى الناس الغنية عندهم عنف. فبالتالي لابد من توعية المجتمع بمخاطر العنف، مخاطر العنف الجسدي، لأنه العنف يوصل حتى للقتل، فيه تهديد للنفسية متاع الشخص، يعني نظرته النفس ونظرة يعني احتقاره النفس، فيه مضار على الصغار. يعني الصغار ينجموا يخرجوا كما البنية هذه حالة قصوى تتسمى، فما الصغار يخرجوا من المكتب يعني يعزفوا على الدراسة، فما تفكك أسري، فما هذا كل من العنف اللي احنا في الأول يظهر لنا كأنه حاجة عادية وحاجة انترن، يعني حاجة داخلية وما يلزمش يتقال عليها. لا باهي مدام جازي، انت تو حكيتي لنا عما كان حقوق المرأة اللي كانت معلنة وتونس وحقوق المرأة في تونس وإلى آخره، وكان العنف مسكوت عنه، وبالتالي ما كناش نجمو نعملوا تجربة تتناقض من يعني معلي معلن وندخلوا في تناقض انه المرأة عندها حقوق وبعدين كنجو نعملوا المأوى هذا. ما يجب أن يكون الواقع تويكا أعلننا فما عنف، فما فقر، فما تهميش، فما وفما وفما وفما. شنو هو اللي يلزمنا نعمله تويكا، خصوصا كيف ما قلت لك معناها فما تجارب في الدول القريبة وما هيش أوروبية، ما نحكوش على تجارب الأوروبية، أما تجارب عربية
تقوي المرأة، معناها تحميها. انتم فما في خططكم هكا كوزارة؟ صحيح، في الخطة الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة ثم التكفل بالنساء ضحايا العنف. التكفل فيه عدة جوانب، فما التكفل في حالات الخطر، يعني اللي في يعني اون سيتياسيون دو ديتريس دو دونجي، يعني كل مرأة تتعرض للعنف وما تلقاش وين تمشي وما تلقاش وما تنجمش تبات في الشارع، يلزم يكون فما مآوي اللي تحمي النساء هذوما. والوزارة حاليا قاعدة تخدم على إحداث مأوى، وباش يكون هو المأوى الأول من نوعه في تونس، يعني مأوى نموذجي، واللي يقع فيه احتضان النساء المعنفات وحدهم ولا معاهم صغارهم في انتظار. وفيه المأوى هذا باش يكون فيه يعني أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأخصائيين في القانون اللي مهمتهم الإصغاء ساعة والتهدئة من روعة للمرأة كي تبدأ في سيتياسيون دو تتخاس، حمايتها. فكل مأوى هذاك والمأوى ما يلزمش يكون يعني معروف باش زادها ما تتهددش، يعطيك الصحة لضمان ظروف الأمن للنساء هذوما. كذلك يقع فيه التوجيه، لأنه المأوى هذه ماهيش هي، ثم عدة أنواع من المأوى في الدول المتقدمة، فما حتى اللي توصل حتى العام، يعني اللي يتهناو عليها جملة المرأة. اللي باش نبداو به احنا مأوى اللي هذيا نتاع الاستعجالي كما نجم نقولوا، ومن بعد يقع التوجيه المرأة سواء من ناحية القانونية سواء التكفل بها من ناحية اجتماعية، سواء يعني يقع توجيهها لعدة. والخدمة هذه المأوى هذا ماهوش غاية في حد ذاته، هو وسيلة في انتظار إيجاد الحلول الملائمة للنساء المعنفات، وهذا ما يقع كان بالتنسيق مع هيكل الأخرى ومع مكونات المجتمع المدني. فما جمعيات بدأت تخدم في الموضوع هذا، كل قطاع من القطاعات هذوما عنده برامج اللي تهتم بالفئات الهشة والفئات اللي عندها يعني مشاكل خصوصية. واضح. به دكتور، حكيت لنا على الجانب النفسي وعلى دورك كطبيب نفسي متخصص في الطب النفسي للأطفال، واستغربت حتى ونحن في الكواليس قلت لي يا مدام به توينوا العنف، وبما أنك أنت استغربت وبما أنه مدام الجازية بيدها مستغربة أكيد حتى المشاهدين مستغربين، ما تستغربوش على خاطر فما عنف وهو بتشوفوه في الربورتاج هذا. بيننا وبين أميرة مسافة، أما ورغم المسافة كان لازم نرجع نطلوا على بنت برنامج ناس الخير اللي خلت في قلوبنا بلاصة. وصلنا ودقينا الباب واستنينا أميرة تحل أو تطل. تحل الباب وشفنا أميرة، أما مش كما خليناها، واختلفت لحظة لقائنا بيها على آخر مرة وقت ودعناها. دخلنا واستغربنا، حبينا نفهموا اشنو اللي صار، وبدت حدا تبكي وتشكي وتحكي، وأميرة بنفس الخزرة الأولى تتبع فينا مفجوعة باهتة، غابت ضحكتها وطفات شمعتها، وحسينا انه البنية رجعت هربت من دنيتنا مرة اخرى لدنيتها. أميرة باهتة واحنا باهتين، وكلام حدا موفاش، ودموحها تغسل في جرحها اللي مبراش، وما زلنا مناش مستوعبين. ما نرجعش ليها دخل مولا الدار وبدا يشكي من اللي صار، وفي كلمه لخص وقال مانيش كاري لا بمية ولا بمليار. حنوطه مسكره ولا كاري نشوفوا كيما نقولوا. احتد النقاش وفهمنا انه لازم العائله تخرج من الدار، وما كان قدامنا الا ان نشوفوا حل سريع وفوري. اتصلنا ودبرنا دار اخرى، وبدينا نفركوا في الموبيليا اللي حطيناها، واحنا حاسين انه هالعائله باش تعرف الاستقرار، واحنا نحلموا معاهم ونضحكوا فرحين، واحنا نبنوا في اماره البنيه اللي في هاللحظه بدينا نخافوا لا تنهار. ولأنه ما تصورناش إنه اللي صار باش يصير، حتى فريق برنامج ناس الخير ما كانش مسلح بالسيارة باش ننقلوا الموبيليا. تصرفنا وتحدينا الظرف والظلام والبرد اللي تسرب للعظام، وسكرنا الباب وقلنا يتسكر باب وبإذن الله يتحلوا بواب.
عودنا لحكاية الموبيليا المفركة طلعت للدار جديدة، ولأنه فريقنا ناقص ومناش متحضرين لهالوضعية اللي فاجئتنا ما نجمناش نركبوا المابل، وقررنا نروحوا للعاصمة ونرجعوا مرة أخرى ننظموا الدار. ورجعنا، واللي لقيناها المرة فعلا صدمنا. الناس تلمت بينا وعرضتنا مولات الدار اللي البارح فرحت بينا وكأنها شخص آخر عقلها باش يطير من اللي صار في دارها. وطلعنا وشفنا وتصدمنا، في عوض نلقوا أميرة وعائلتها لقينا التكسير والقزاز، وقالوا لنا اللي حدا وأولادها هربوا لدار جدها بعد اللي عملوا مهدي بو أميرة فيهم. لازم نخلطوا على البنية، وطلبنا من واحد من اللي يعرفوا دار جد أميرة يورينا الثنية، وبدأت الرحلة. وصلنا، وقبل ما تعرضنا أميرة عرضونا برشة أمراء وبرشة أميرات بنفس السكيت وبنفس العينين الشاردة واليدين الباردة والقلوب الفادة. هذو مولادكم، مستقبل بلادكم، انتوما وين؟ تلاقينا وتلاحمت يدينا، وبالخوف في عينيها حسينا، وبوجايع قلبها وبدنها والنار اللي بين ضلوعها تكوينا. ويني أميرة؟ أميرة تلعب بتراب مبلول، رجعت للعشة، للبرد، للفقر، لا دمية بين يديها ولا لبسة تدفيها ولا غدوة مستنيها. علاش؟ قعدنا ديما نسألوا علاش صار اللي صار، بسبب شنو أو بسبب شكون هالعائلة باش تنهار. ربي نعم عليه ومفرق إلا من نعمة ربي إذا ما نحبيهش. واش تعمل في دار النيسك يا كار؟ شنو؟ واش تعمل في دار النيسك يا كار؟ حلت فيها حرب. ما نسالش عبلة يا مقصود، ما نسالش تحدي على تحدي على هاي كما راهاش كيلة. ما نسالش لا يا راجل، هذا ما تبعاش تهزو يا يمشي داوي يروح. اي ما نسالش، ولي لبس عليه يرجع، ولي لبس عليه راني نرجع ليه عجلي ولاد. قال ما نداويش روحي لان عارفه لا يعرف. أمس الصباح حد فيها بالحجر قال لي حيل الباب، حلت الباب شادني بطريح تا هكا ما رقدتش خلاص البارح. وانا يعمل فيك يا قابل مش غادي ولا تلبس علي انه وليدات الراجل ما يعادش يساعدني يا يداوي روحه ولا يلبس علي رانا نرجع الله عشر اولاد. قال ما نداويش روحي لان عارفه لا يعرف. راني خايتكم راني في حضانكم ما عنديش كان اللي حاك يخزر الله باي راجل كبير ما نجمش يقوم بي انا ولادي. مهدي كان واعي، كان يحضن في بنته ومشاعر الأبوة كانت جايدة في قلبه. طلب منا إن نعاونوه في إنه يتعالج، لمينا بعضنا ورجعنا في نفس الثنية ومهدي معنا. وتوجهنا لمركز الشرطة وتحل محضر باللي صار، وطلبت حدا حماية الأمن والقانون لعائلتها ولرجلها بو أولادها اللي طلبت إنه يتعالج. وقبل ما يأذن السيد وكيل الجمهورية بعد طلب مرت مهدي كتابيا بضرورة علاج زوجها، رجعناها لدارها هي وبوها وأولادها واتطمنا عليها، وتحولنا إحنا ومهدي وعون أمن للمستشفى الجهوي وينعينوا دكتور مختص اللي هو بدوره حولنا للعاصمة للمستشفى اللي عاين مهدي وتحفظ عليه. هذا هو الوضع اللي وصلت له أميرة رغم محاولة برنامج ناس الخير، ورغم محاولة ناس الخير اللي تبرعوا لعائلة أميرة بدفعان لكريم، وفترة طويلة دفعت الكريم مش شوية، عام تقريبا خالص الكريم المسبق، لأنه تكريت أكثر من دار كل مرة ستة شهور ستة شهور ستة شهور المابل اللي شفتوه الكل. لكن في الأخر ونتيجة للعنف ظهر لي توا فهمتوا أنه فما عنف، وباش نخلي التعليق ليكم مدام جازية ونبدأ بيك دكتور. صحيح اللغز بدأ يوضح، معناها هنا مشكلة كبيرة، معناها وضعية مأساوية مش نقول أكثر، معناها هذا أب
في معناه نجم نقوله في هيجان كبير جدا اللي يخلط معناه باش يكسر وباش نراو هالاشياء هذه الغريبه اللي انا متاكد اللي معناه نجم نقوله صدمات هالبنيه هذه اميره عاشت صدمات معناها صدمه في جرة صدمه هي الام معناها هي بيدها معناها نجم نقولوا معناها سكتت برشا كانها في الاخر ما عادش نجم تسكت قالت ما هزوه يداويوه وانا عجبتني برشا الام معناها يعطيها الصحه قالت كلمه معناها انا تاثرت بها كيف قالت انا راجلي هزوه يداويوه يرجع للصغار ويرجع للصغار ما قالش هزوه عليا ما عادش حاجتي بيه قالت هزوه يداويوه يرجع للصغار معناها كان عندها باقي امل هي نراو فيها خايفه لكن فما امل اللي هل الاب هذايا ينجم يداوى وهنا بالطبيعه الوضعيه هذه الماساويه معناها نجم نقولوا النتائج نتاعها باش تكون سلبيه كبيره من بصفه كبيره خاصه على البنيه هذه اميره اللي انا متاكد اللي لاحظت واللي رات في عده معناها فترات الاب هذا كيفاش قاعد يعنف ما نعرفش اسكان هو سامحني دكتور معنا نحن برك يعني في الفتره اللي نحن تناولنا فيها حكايه اميره أي. اميره عملت ديوي ديبا معناها كانت لوطه طلعت معنا ضحكت ولعبت وكذا بعدها زت رجعت هبطت لانه الوضعيه اللي خلينا فيها اميره الاخرانيه وللاسف هي الوضعيه اللي شفتوها معناها صحيح حتى احنا قلنا سيئه هذا شنو احنا قلنا في بدايه البرنامج المحيط اللي يعيش فيه الطفل عنده تاثيرات كبيره جدا في النمو الحركي والعاطفي الطبيعي عند الطفل الطفله هذه اللي هي من عمرها عامين معناها احنا قلنا اربع سنوات وهي عاشت الظروف هذه كيفاش باش نجم تنمو معناها احنا نتسائلوا معناها الكلام هذه اقل حاجه تنجم يصير لها الطفله هذه باش ما تتكلمش معناها اذا كانت تنجم يصير لها حالات اكثر من هكا لكن هي ما تتكلمتش معناها المحيط العائلي اللي هي عاشت فيه محيط ما فيش بالكل طمأنينه وهذايا بالطبيعه باش يعطي انعكاسات سلبيه برشا، الطفله عايشه نجم نقولوا ماهيش في امان مرعوبه ترى في اشياء غريبه واكثر من هكا الام معناها اللي هي معناها ماهيش قاعده تتكلم ساكته هي فهمتني كان في الاخر باش فاقت قالت لك هزوه راهو لازم يداوى راهو باش يولي يرجع لولاده وهو كان واعي وهذا كان واعي وهو بيدو طلب انه يداوى وطلب انه يتنقذ وقبل ما نسمع كلمتك مدام الجازي مذبيه نوجه كلمة للسادة اللي يتبعوا فينا أميرة ما بين يديكم أميرة حتى حد ما عاد ينجم ينقذها كان انتم معلش خاطر أميرة ما عاش تنجم هي وعائلتها انهم يسكنوا في الكراء ماذا بينا انه أميرة هذه تستقر لانه نتصور انه الاستقرار المادي باش يكون فما من وراها استقرار نفسي البو وقاعد يتعالج هو تويكا ان شاء الله ربي يشفيه احنا ماناش ضده في حد شيء ولكن تهمنا العائله هذه انها تكون متوازنه مدام الجازي فما عنف ولا ما فماش بطبيعه ثم عنف على عده مستويات ثم عنف ضد الام هذيك فما عنف ضد الصغار فما حاجه نحب نلاحظها انه ما يلزمش الاستهانه بالعنف من اللقطه الاولى نتاع العنف من اول مره يصير العنف لانه اثبتت التجارب والدراسات اللي العنف ديما فما نوع من السبيرال نتاع العنف يعني الانسان العنيف يتراجع عن بعض وحتى يطلب السماح وحتى يعاود يرجع لذلك ما يلزمش التسامح مع العنف من الاول يعني ما يلزمش ها خليه وسامحه يلزم فما موقف ضد العنف من الاول الحاجة الثانية اللي نحب نقولها اللي في التدخل في المجالات هذه فما تدخل آني كما في الحالة هذه يعني الإنقاذ هذا شكون باش نقول لك إنقاذ المرأة المعنفة ولا إنقاذ الصغير لأنه فما زادة هياكل في تونس اللي يعني لحماية الطفولة فما مندوب عام حماية الطفولة فما قاضي الأسرة فما المراكز المندمجة لحماية الطفولة هذوما هياكل وضعتهم الدولة للحالات هذه وما شابهها لكن فما زاد تدخل في العمق وعلى مدى طويل بتغيير الذهنيات حيال العنف يعني توعية الناس النساء والرجال باللي العنف حاجة غير مقبولة وانا المخرج توا قاعد يعنف فيا يقول لي دقيقة بسرعة شوية مدام هذا هو يعني لابد من توعية الناس ولابد من يعني نفيقوا اللي راهو العنف حاجة خطيرة على الأسر وخطيرة على المجتمع لأنه فماش أسر عنيفة ومجتمع سليم أكيد وما فماش شخص عنيف وأسرة هذيك علاش نحب نقول اللي وزارة شؤون المرأة والأسرة حاليا قاعدة تخدم على خطة وطنية للإعلام والتثقيف لمناهضة العنف ضد المرأة
أنا اللي حابة نقوله للناس اللي تتفرج فينا، راهو برنامج ناس الخير، نذكر ديما ديما يحاول يقدم، إذا ما لقيناش حل جذري نسعوا إن نعملوا بداية الحل، الحل المبدئي، وإنتوما يلزمكم تعاونوا في إيجاد الحل الجذري. حاولنا ننقذ أميرة على الأقل، لأنه لقيناها في وضعية سيئة جدا. كمشينا خلطنا ما لقيناش أميرة وحدها، لقينا برشا أمراء وبرشا أميرات. وفما سؤال تطرح، هذوكم ولادكم انتوما وينكم؟ فما ناس محتاجت لكم، فما ناس ما تفرح كان كي تمدوا لها ايديكم. وبرنامج ناس الخير نذكر اللي تنجموا تتواصلوا معها من خلال الارقام اللي تتعرض تباعا على الشاشه توا هاكم تشوفوا فيها، تنجموا تتصلوا بينا. راهو فما برشا 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 ناس مش محتاجين ليكم. اميره ما تنجم ترجع تلبس التاج الا اذا انتوما عاونتوها. الحلقه الجايه من برنامج ناس الخير هاو شنو اللي باش تشوفوا فيه. كان موت تبديت على قلبي قبل نشفت تاني على شو نعرف يزد ويبدل ويكوش ويفتو. أنا لا مش كيف كيف هذا هو اللي باش نشوفوه مع بعضنا الجمعة الجاية إن شاء الله في برنامج ناس الخير. نذكر كل من يحب يعاون أميرة يتصل بينا على الأرقام اللي شفتوها، النجم نوصلوه الأميرة مباشرة. وتذكروا أهم حاجة تويكا البنية هي وأمها وخوها، لازمهم كما قالت الأم في الفيتيير مسقط راس، لازمهم مأوى يخبوا روسهم فيه ويكنوا روسهم فيه. هي قالت مسقط راس وبطبيعة تقصد معناها مأوى وين تكن راسها. دكتور شكرا على تلبية الدعوة. قبل ما نودع كلمة أخيرة، والله كلمة الأخيرة، نحب نخرج لنا شوية على النطاق متاع البنية أميرة باش نحكي على العنف بصفة عامة. العنف معناه نجم نقول هو شنو هو العنف؟ معناه توا في أغلب الوقت نلقاو أطفال يتعنفوا من الأولياء نتاعهم. هنا السؤال هو شنو هو العنف؟ هي طريقة من العقاب. احنا صغيرنا عمل حاجة اللي يمكن ما كانتش معناها صحيحة. هنا في الحالة هذه الأولياء بصفة عامة يحاولوا باش يصلحوا الطفل نتاعهم. العقاب أو شي عقبوني أنا توي قصوا علي الحلقة هذا شو معناها العقاب؟ نجمو نلقاو عقاب معناها يقولوا ما فيش خطورة أكثر من العنف، ومن باش نعطيه نظرب الصغير نتاعنا ونخليه فكر الحالة النفسية اللي هي رديئة جدا. يعطيك الصحة مدام جزية، بربي لا تسببي لي في عقاب في ساعة في ساعة. لا نقول اللي قضية مقاومة العنف، مقاومة العنف هي قضية مجتمع، مش قضية أسرة، مش قضية فرد، مش قضية برنامج. بارك الله فيكم أنتم تطرقتوا الموضوع هذا، لكن قضية مجتمع وقضية ذهنية وقضية عقلية اللي يلزم الكل نخدموا عليها، وكذلك قضية تكاتف بين مختلف الأطراف، مجتمع مدني وهيكل حكومية ووسائل إعلام وكل هذه اللي توصلنا إن شاء الله للوعي بخطورة العنف ومقامته. اختيوة اختيوة مع بعضنا نجموا نعملوا برشا حاجات لتونس. تونس مستحقة، الناس الكل تويكة هيكيلها الدولية الوطنية ومواطنينها الكل. كلنا الإيد في الإيد، الكلنا 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 نجموا نكونوا من ناس الخير. سبحان الخير.